أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك. أخي الكريم، السطوة هناك في هذه الأماكن هي للميليشيات الولائية ولما يسمى بالحشد. نعم. لذلك لا يمكن أن تقوم الحكومة بأي عمل. الحكومة تستطيع أن تقوم بأعمال توافق عليها الميليشيات أو يوافق عليها الجانب الإيراني، ولا يضر بمصالحهما أو مواقفهما في المنطقة. أما البحث في هذه المقبرة الجماعية، المعروف من ارتكب هذه المجزرة، فلا تستطيع الحكومة القيام بذلك. لذلك فإن هذه المناشدات للحكومة وللبرلمان سوف لا تجدي أي نفع، ولكن يجب أن يتدخل العالم الذي يقيم الدنيا ويقعدها على مقتل شخص في دولة ما في وقت يجد هذه المقابر الجماعية. فمقبرة الإسحاقي ليست الأولى وليست الأخيرة، وإنما هناك الكثير من المقابر الجماعية التي ارتكبتها هذه الميليشيات المجرمة في كثير من المحافظات العراقية، والتي يغض عنها الطرف كل المنظمات وما يسمى مجلس الأمن والأمم المتحدة. شيخ يحيى، يعني شيوخ في منطقة الإسحاقي تحدثوا عن مجازر أخرى في المحافظات المنكوبة، ما الذي يمنع من إجراء تحقيقات للكشف عن هذه المجازر ومن يقف وراءها، لا سيما أنها كانت تحت نفوذ الميليشيات؟ أخي الكريم، شيوخ العشائر أصدروا بياناتهم في محاولة ما لربما يعني يسجل هذه النقطة أو تتحمل الحكومة مسؤوليتها أو ما يسمى بالبرلمان، ولكن هؤلاء غير قادرين على كشف الحقائق. ولكن ما جرى من مجازر هي معروفة لأهالي المنطقة ولأبناء المحافظات التي ارتكبت فيها هذه المجازر وهذه المقابر. ومعلوم أن كل مدينة قد خسرت من أبنائها عددا معروفا من الذين تم اعتقالهم وتغييبهم تغييبا قسريا، ثم تم اكتشاف هذه المقابر الجماعية. فما اكتشف في هذه المقبرة هو عدد من أبناء الإسحاقي، ولكن ليس العدد الكلي لهذه المنطقة. لذلك هناك مقابر أخرى بالإضافة إلى ما موجود في محافظة صلاح الدين. هناك الآلاف من المغيبين من أبناء الأنبار وأبناء نينوى وأبناء ديالى وأبناء بغداد، هذه كلها معروفة أخي الكريم. هذه المجازر من تدخل دولي حقيقي، ويحمل الحكومة العراقية والميليشيات المسؤولية الكاملة تجاه هذه المقابر الجماعية الوحشية التي ارتكبت ضد مدنيين مسالمين لم يكونوا أبدا في أي جانب مسلح من خلال العمليات العسكرية التي جرت في حينها. نعم شيخ يحيى، ما جئتم على ذكره من مجازر، يعني إلى أي مدى تثبت هذه المجازر أن الأحزاب السياسية لا تزال تتبع ذات السياسات الطائفية ضد العراقيين؟ السياسة الطائفية أخي الكريم هي التجارة المربحة بالنسبة لهؤلاء الذين لم يقدموا لشعبهم أي شيء. لذلك هم يتحدثون بالنفس الطائفي من أجل تثبيت مرافزهم وسرقة أموال الشعب، ولكن مهما حاولوا وأرادوا فإن حالة الوعي التي شهدها العراق من كل محافظاته قد بانت بأن هذه الأحزاب ما جاءت إلا لسرقة المال العام ولتنفيذ أجندة إيرانية شريرة على حساب الشعب العراقي أو أجندة خارجية. لذلك لا ترى هناك أي حالة من حالات مظاهر البناء والإعمار والنهوض، بل أصبح العراقي الآن وخصوصا الموظفين يكافح من أجل الحصول على راتبه الشهري الذي بدأت الحكومة أيضا بسرقته وبتخليصه عليه وبتمديد المدة التي تصل إليه. نعم أخي الكريم، العملية الطائفية التي تسعى هذه الأحزاب إلى إعادتها من خلال ارتكاب جرائم على أسس طائفية
هذا أصبح واضح بالنسبة لأبناء شعبنا وهم أكثر وعيا من هؤلاء الذين يريدون بالعودة بالعراق إلى مربع القتل الطائفي على أساس المذهب وعلى أساس الدين وعلى أساس الهوية. في سؤالي الأخير إليك شيخ يحيى، يعني ماذا عن دور البعثة الأممية؟ هل تحركتم تجاهها كشيوخ قبائل؟ ما المطلوب من البعثة الأممية اليوم؟ البعثة الأممية في بغداد اتهمت مراراً بالوقوف إلى جانب الميليشيات وإلى جانب الحكومة العراقية، وهي لم تقدم أي تقرير إلى الأمم المتحدة يدين هؤلاء المجرمين إلا بكلمات خجولة بعد أن تم فضح هذا الدور المخزي لهذه المنظمة في بغداد. لذلك هي لم تقم بأي عمل تجاه أبناء شعبنا بالشكل الصحيح، وإنما أيضا هي استفادت من حالة الفساد التي تتهم به من خلال استلام الرشاوي من هؤلاء الطائفيين والأحزاب للاستمرار بعملهم الإجرامي دون أن يكون هناك رادع لا دولي ولا عالمي ولا إقليمي مما يجري في العراق. أمين سير مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.